نفسك دي حاجه غاليه جدا لو ما لو انت ما تططش انت ما تططش عليها. خليك هنام مع نفسك. عنوان غريب شويه بس حلو. بس تعالوا هنا اصلا نسال السؤال الاول، هو في حد اصلا ممكن يقسى على نفسه؟ اه طبعا فيه، وفي كتير كمان. زي انت ممكن تيجي على نفسك عشان خاطر ناس ثانيين، وممكن تتزل اعتقادا منك اللي انت ممكن تكسب شخص، وممكن تيجي على مصلحتك الشخصيه عشان ناس ثانيين وعلشان مصلحتهم. ممكن تيجي، ممكن تبان اصلا الكلام ده كله شبه بعض والجمل دي كلها زي بعض، بس في الحقيقه اصلا هي كل جمله مختلفه عن الثانيه. عمر ما حد هيبقى حنين معاك غير نفسك. سيبك من كل ده اصلا، انت في ذات نفسك اصلا لما انت تيجي على نفسك علشان حد او عشان خاطر حد هتبقى حاسس بايه اصلا؟ طب هقول لك على حاجه، مستني مين اصلا يبقى حنين معاك غير نفسك؟ لو انت فكرتها كده او شفت كده في بالك، محدش هيبقى حنين معاك غير نفسك. انت لو ما قدرتش نفسك محدش هيقدرك. نفسك دي حاجه غاليه قوي، لو انت ما طبطبتش عليها محدش هيجي يطبطب عليك. هي كوتشنج؟ يس كوتشنج.